تتواصل فعاليات الدورة 53 لمعرض القاهرة للكتاب وسط توافد كثيف للجمهور. للمزيد ينضم إلينا من معرض الكتاب مراسل إكسترا نيوز الزميل أحمد عبد الرازق. أحمد، يعني بعد التحية، ماذا عن توافد المواطنين على معرض القاهرة الدولي للكتاب في رابع أيامه؟ تحياتي لك آية، اسمح لي أن أقرأ هذه الفقرة. المسار شاق حقا لكنه ينتهي بقمة جبل، طالما كانت قلوب الركاب تهفو إليها وطالما روادهم حلم بلوغها، برغم سحب داكنة تكاد تحجبها عن الأنظار وتضفي على المقصد المأمول مذاق غموض ولهفة رجاء وجموح خيال. بهذه الفقرة أو بهذه الكلمات اختتم الأستاذ الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ ياسر رزق كتابه سنوات الخمسين. هذا الكتاب يعد شهادة على التاريخ، كما أن هذا المعرض أيضا بهذا الحجم وهذه الضخامة وهذه الكيفية وهذا التنظيم يعد أيضا شهادة للتاريخ أن مصر تسير في المسار الصحيح. هذا معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53. المعرض يفتح أبوابه للجمهور يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى 10 مساء. أما معرض كتاب الطفل وهو فعالية رئيسية داخل معرض القاهرة للكتاب فتنتهي الأنشطة الفنية فيه تمام الساعة 5 مساء، بينما يستمر المعرض في بيع الكتب حتى موعد نهاية اليوم في 10 مساء. شخصية المعرض هذا العام هو الكاتب الروائي الكبير الأستاذ يحيى حقي، وهو قديس البساطة والعمق والذي أثرى التاريخ المصري والهوية المصرية في كتبه. ونذكر مشاهدينا الكرام بقنديل أم هاشم والبسطجي، هما فيلمين من أعظم أفلام السينما المصرية وهما روايتين للكاتب الكبير يحيى حقي. بينما الكاتب الكبير أيضا عبد التواب يوسف هو شخصية معرض الطفل لهذا العام، يحتفي معرض الكتاب بهذه الشخصيات، بينما دولة اليونان أو جمهورية اليونان هي ضيف شرف المعرض. هناك العديد من الفعاليات، ولكن في العموم ينقسم أو يرتكز معرض القاهرة الدولي للكتاب على محورين رئيسيين. المحور الأول يخص الناشرين، والمحور الثاني يخص التكنولوجيا الرقمية أو التحول الرقمي أو استخدام الواقع المعزز في التعامل مع النشر والكتب. يعني ربما في رسائل أخرى نستطيع أن نستطرد في الحديث عن هذه المحاور، وأعود إليك مرة أخرى. طيب أحمد، هل لك بشكل بسيط أن تقول لي ماذا عن فعاليات أو الفعاليات الثقافية والفنية والبرنامج الثقافي والفني لليوم يوم الأحد في المعرض؟ نعم، الحقيقة هناك العديد من الفعاليات، ربما في الندوات في القاعات الرئيسية، في قاعة شخصية المعرض، وفي قاعة ضيف الشرف، وأيضا هناك ندوة للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم ربما في الساعة نحو الساعة 3، كما تستمر أيضا الأنشطة في معرض الطفل حتى الساعة 5. أحمد عبد الرازق مراسل إكسترا نيوز كنت معنا مباشرة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل.